Hi everyone, welcome to my first YouTube video. Oh my god, this is so awkward. اخر مره صورت فيديو يوتيوب قلت لك كان عمري 10 سنين. قلت لك كان عندي شي يوتيوب. كنت برو. كنت productive, كنت active. حسرة. Hi again YouTube. Yeah, this is me. كيف ما تعرفونيش انا ميساء. Don't forget to hit the subscribe button وتنزلوا على البيل الصغرونة اللي بحتها ومش حطوا اللايك على الفيديو and leave a comment down below اللي تحب عليه اللي تحب عليه أي حكي لكم عليه جمعة التالي I guess قلت لكم تسألوني أسأل على انستغرام حطيت لكم كار بوكس سألوني أسأل عن طرف جاوبوا عليهم أول حاجة زوينة بسميتي نبدأ بالأسئلة السؤال الأول اللي هو غريب شوية Why do you speak English and not your native language? به خاطر فما برشا followers تبع فيه من الميدل ايست وكل فما حتى عندي من برا دونك معناتها ما يفهموش اللغة التونسية معناتها علاش نحكي انجلي العباد كنت فما How did you start social media? شو عملت musically بعد عملت يوتيوب channel ما عرفتش شنو نعمل قعدت عامين كنت قداش ما نعرف شيء بعد جات تيك توك وقت الكونفينمون هكا انا تو هاني معاكم تو What do you want to be in the future? I guess تقصد خدمة I don't know الحقيقة مازلت ما نعرفش اما حاجتي متأكدة منهم يا اما تكون حاجة في السينما والتصوير وكل شيء والا حاجة معناتها نعرفش نعمل ماركتينغ ولا حكاية قهوة قهوة اوبس كان جيك فرصة تقتل عبد وما يشلق بيك حد وما يصير شي خايف شكون تقتل عبد واحد صعيب سؤال صح العبد اللي يرد السوسايتي متاعنا هكا هذيك هي هذاك العبد هو برشا عبيد اما حاسي لو فهم شت عشيت البارح تعشيت بانكيكس كانت الستوري بتاعي اللي هي هذيا هذيك تعشيت بانكيكس When did you get your first period? Almost 3 years ago. I hope your pillow is cold on both sides. Thank you, bestie. I really appreciate it. Last pick in 2020. هاني شو حطه هنا؟ نسيت الحقيقة ما تنلوج عليها هاي تصوير. How did you learn English? ما عبيد الكل الحقيقة مشوية من القراية والأكثرية من الانترنت ومن الأفلام وتيك توك. Describe your life in one word. Okay. مهيش واو مهيش Okay. One word. Was meeting your friends awkward at the beginning? My online friends. معناتها my best friends كنا online friends معناتها my best friends. مش awkward الحقيقة ليلي معناتها مستانسين ببعضنا كل شيء كنا نحلو ديما فيس تايم ديما و معناتها it wasn't awkward الحقيقة What's your dream? أني نكون successful? What's the point of being a TikToker? أنك تبني platform or something? I guess I wanna see your jewelry collection so bad ممكن تحبوا نعملكم jewelry collection قولوا لي في الكومنتس خاطر كي حليت لايف اكثر مره مع ياسمين وكل قعدت نوري فيكم في الكولكشن تاعي حتى لين قرب يزي فدوا العباد كي تحبوا نعمل فيديو قولوا لي في الكومنتس واي نوت اما نحاول نعمل قصيره والله والله نوعدكم Your best TikToker, not your friends. Benji وأبي وواحد اخر نحط لكم التيك توك نتاعو لهنا هكا هذوكم هما الحقيقة ما نتابعش برشا تيك توكرز Your favorite song ما عنديش favorite song عندي برشا 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 كان نحط لكم اليوم تاع السبوتيفاي اكونت نتاعي هكا في الديسكريبشن اختار اللي تحبوا لي هكا كاتسين هكا اختار اللي تحبوا لي اكثر موقف أكثر موقف محرج صار لي في بلاصة عامة سينو نحبك برشا إن شاء الله تجاوبني هاكا جاوبتك سيرين حتى نحبك برشا أكثر موقف محرج
في بلاصة عامة. أنا كل ما نشوف بلاصة عامة نعمل إحراج يعني والله. You have a skincare routine? No, I don't. When did you do the wolf cut? شو حكيت الكل مع شعري. شعري أول حاجة كان طويل. بعد قصيت شعري برسك في الدات. الدات بالضبط ما أعرفش. أما في وسط جانفي هكا. خرج هكا. قلت لهم نبكي أنا خطني I asked for a wolf cut. يحقون لهم نبكي كيكا بعد قليلة لي قصيت علي قليلة يا سنت خارج بعد جمع بشي ولي لك كيما التصوير اللي وريتهم هي الثانية هاجست لهم بعد ولا تحسن ولا كيما هكا بعد دي طويلة 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 بشي طويلة طويلة هكا حب. Your favorite actor? I don't have a favorite actor. No, I don't. Which celebrity do you want to live like their life? Kylie Jenner. Duh. Rise and shine. Hi, Erin. Hi, Shikon. What the fuck? I bought him shit. If you can travel to a planet, which one you pick? كانت بلانت الزرقاء هذي شو اسمها حاجة تبدأ بالنبتون عايز ما عارف كيف تنطق البلانت الزرقاء هذيك علاش خاطر أول أنمي تفرجت فيه اللي هو دراغون بول زد تفرجت على سبيس تون بيان سور خاطر وقتها they mentioned the planet نفس البلانت البلانت الزرقاء هذيك. Do you miss your old house? Only real ones يعرفوا لي هذي مش داري لولا كنت نسكو في دار أخرى تحط لكم تصور هني ولا تيك توكس وين تصور في داري القديمة. Not really من متحشتش برشا ما عندي memories لغاية بنسي ما متحشت شوية. What are your pronouns? She, her. Thanks for asking by the way. Your favorite movie? I don't watch movies that much. كيف مش تفكر موفي باش تحطو لهني باز باش يكون كارتون على خاطر I don't watch movies. I don't like movies. When did you start filming TikToks? كيما قلت قبيلة معناتها بديت ميوزيكلي عندي برشا اما TikToks اول الكورنتين عندي اول تفكر في افريل I guess. We want an OnlyFans ASAP. Can you be Minecraft but without the craft? Stop it. Ciao. Anyway, so كيف تعمل ايس كوفي نتاعك؟ هذه هي الفيديو بتاع اليوم وهي اول فيديو طلع عجبتكم سوري ما نجمش نجاوب على الكويستشنز الكل. Don't forget to leave a comment down below اعطوني ideas تاع next videos ولا قولي تحب علي اعطيو رايكم على الفيديو اعطوني انتقدوا اعطوني انتقاداتكم نصائحكم وكل شيء شنو ما عجبكم الفيديو شنو ما عجبكم كل شيء سيتو ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتنزلوا على كل البال صغرونا باش نديكم نوتيفيكيشن كل ما نحط فيديو و don't forget to like this video and to give it a big thumbs up وكهو thanks for watching bye bye see you in the next video. Missing someone.